قبل ما يغرق نزل من الطوموبيل وعطاه من هنا ودخل لدارو هنا، دخل لدارو هنا خرج بغى يطلع السيد اللي عطاه من هنا لقاه غرق، هو تبعو لا هذاك لا هذا. تم دايز من هنا تيقولوا لي اسمع اعتق ما اعتق اعتق جابوا اعتق تجروا معاه مزيكا. الشركة هي وخلاو ميت انا في الروكارد. الناس في الواد الكاميو ديال الشركة واقف لهيه، دوك اللي كيس اللي معنيين بالامر تيسرحوا الواد الحار عامر الواد تيتقلب الدري هادارو ها هي. نعم وجا مسكين قالوا ليه قال لهم هذاك مول الكاميو قال ليه نزل 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 عقد لينا عتق لينا هذا السيد عتقوا لينا من من من, من المصيبه. مسكين هود هو الدري ما على في راسه ما يتعاود هود قال زعما راه غادي نعتقوا السماء عتقوا حتى ولا هو حتى هو معاه هذا الشيء اللي كاين هو هذا غادي علينا الواد الحار مالي الكاميو جمعوا الطيو ديالهم وزادوا في حالتهم على باقي صافي ما تلوم سولوا حتى واحد زادوا الشركه راه كانت هنا خيالي خدامه كتسرح الواد الحار وخلاو ميت انا في الروكارد ما سكروا لي شنو سكروا لي زادوا في حالتهم واحد من الشركه اللي قال هذاك المواطن هادشي هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين اسيدي هو هذا كاميو بيض وعنده سيترنا خضراء زرقاء وعندهم الطيو طالقينه في الواد الحار تيسرحوا به الواد الحار هو داك السيد اللي راه خلى الصباط ديال الصنداره ديالو والفاس وسطل هود بغا يطلع يطلق الطيو طلقو فاض عليه الماء هادشي اللي عطى الله هو هذا. نعم دلينا القنبل هذاك اللي هود على الاخر ما شكرنا ليه والو ما عتقنا شيء ان شاء الله اللهم غفرنا ولا ولد الساكنه ديالنا تقنط عنده تقريبا شي 23 حتى 24 سنه. نعم ويلاه مجوج عنده وليد مسيكه عنده وليد تم دايز من هنا تيقولوا لي اسمع اعتق ما اعتق اعتق جابوا اعتق تجروا معاه مسيكه هو الخفيف هادشي اللي ما شاء الله ما حضرناش من الاول هو الدوار اخويا كاين تهميش لا هضرتي تمشي تاكل العصا هادشي اللي كاين في الدوار هذا عندنا مسؤول واحد جوج مسؤولين هاد الناس هادو راه يوم يجري وكانوا خدامين وحبسوهم في الطريق لا انا قبل هاد الردم اللي تيطيح وجاو تساعدو معاهم وكسو لهم هذاك القادوس ولاو زادو ثاني من بعد هاد الثلاث ديما الناس راه دخلت عليهم كانت شتا ودخلت عليهم الناس قاعده قاعده في ديور وتشربها تاي وكذا وطلعت عليهم الماء للدار وطلع عليهم وراه هو باقي عامر ما شاء الله راه باقي مسدود راه هو يتلفت اخويا راه وحده ما كاينش هنا زعما الدوار هذا كله غادي يلا شي حاجه اللي زوينه ما كايناش ما كايناش صراحه كيبرون شي واحد مليونوس جوج تلا مليون ادعني انا حريفي انا بلومبي لما كانت لما شحال كدير نديروا ليها 100000 فرنك لا مندوفر اللي بيحفر نديروا ليه 100000 فرنك تيو نديروا ليه 100000 فرنك روبيني بريز نديروا ليه 100000 فرنك هي شحال 400000 فرنك وفي لبست هاد المليون الاخرى و20000 ريال اللي كيديوها تينهبونا راه حشومه عليهم عيب عليهم كاين الراجل اللي ما تيدخل تقول 50 درهم في النار ما تيدخلها راه حشومه عليهم هادشي هادي والله الا عيب عليهم ولقاو الناس في هاد الناس الشرافه ولقاوهم تيتعداو عليهم راه عيب عليهم والله الا حشومه عليهم بالله كم انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون انا مكرفسين عندنا هاد الناس الحانوت انا بحرات نعاود فيه دروك راه نص متر هنا باش مغرقين هادشي وهادشي راه ما خدمه خويا ما والو هادشي هادشي راه الساكنه خصها تهضر على هادشي هذا لا 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 محمد رسول الله واش واد حار فيها صاحبي واد حار راه يمشي فيه من الموقف واقف خصو يمشي في الواد الحار خصو يمشي واقف انسان في الواد الحار وراه خص قياس تاع الطوموبيل تمشي في الواد الحار هما دايرين لك 40 سنتيم وقال لك الواد الحار كيدير هذا الواد الحار هذا كيدير اش بغا يدوز هذا الواد الحار اش بغا يدوز ها يدوز الماء ولا يدوز داكشي الاخر لا انا لله وانا اليه راجعون هاد الناس هادو السيد الاول غرق نعم السيد الاخر اللي جا عتقو جا نزل هنا من واحد الطوموبيل وعطاه لواحد المنونه عطاه واحد المنونه كان خدام هذاك السيد هذاك السيد اللي غرق والسيد قبل ما يغرق نزل من الطوموبيل وعطاه منونه ودخل لدارو هنا دخل لدارو هنا خرج بغى يطلع السيد اللي عطاه المنونه لقاه غرق هو تبعو لا هذاك لا هذاك ما شاء الله لا هذاك لا لا هذاك وانا لله وانا اليه راجعون الشركه واقفه هنا الشركة واقفة هنا شافوا الناس غرقوا كلها فين تسلت هربوا هربوا كلها فين تسلت والكاميرا واقف هنا ديالهم وكلها فين تسلت ملي شافوا الناس غرقوا لتحت كلشي مشى لتحت راه ما كانش اللي مدة نص ساعة ولا ساعة ولا ربع جاو البومبية واش الانسان بغى يبقى عايش في هذا الماء ساعة ولا سميتو راه ما يمكنش راه ما يمكنش ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم تقريبا ما كانش واحد 2 مينوت ولا 3 مينوت 2 مينوت
نزل ابغي يشدو، وصلت ليه وين نزلت بعو ابغي يشدو، وين نزل هذاك لهذاك، لهذاك لهذاك. هاد المشكل اللي وقع دابا ما كانش يوقع مدة شهر، هادي هو كاين لي روكان هما مسدودين، والمشكل انا تنحملو بالدرجة الأولى جوج الناس، الجماعة ولونيب. الجماعة هي المشرفة على المشروع ديال التقوية والتوسيع ديال الطريق. التقوية والتوسيع ديال الطريق كاينين على المستوى ديالهم لي روكار، لي روكار ديال تطهير السائل. لوقيتا ملي تيدو التعلية ديال لي روكار تيوقع لي ديشي، يعني التراب تيهبط والبيطون، يعني السيما تتهبط، تيوقعوا الترسبات. ثاني حاجة خبرنا حنا لونيب، قلنا لهم ودي راه الدوار كله عامر، كله هزو بالواد الحار. قال لك حنا ماشي مسؤولين، الشركة اللي صايبت هذيك الطريق خصها تنكسو. مشينا حنا للرئيس هضر مع الشركة، واحد تيرمي اللوم على الاخر، وفي النهايه وفي الاخير شكون اللي ضاع؟ تضيع هو المواطن. وثاني حاجه هاد الانسان هذا اللي مات، يعني مات هذا شهيد اللقمه، عطاش مسكين، اما الاخر راه من السكينه جاوب يعطخو. ما كانش يوقع هذا المشكل هذا كون كان عندنا واحد، يعني واحد الموظف تقني اللي متبع سويبي، يعني متبع المشروع، راه التقني اللي متبع المشروع ديال التقويه راه هو اللي كان متبع المشروع ديال 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 تطهير السائل، راه هو اللي كان متبعه. هادشي حنا دابا حنا بغينا يتفتح فيه تحقيق بعدا باش نعرفوا هاد التطهير السائل بعدا في هاد الدوار ولاد عقيل اللي هي النسمه ديال السكان ديالهم راه ما بين 7000 و8000 نسمه. واش هاد في لي نورم او يعني واش في لي نورم ولا ماشي في لي نورم؟ ونشوفوا هاد الناس هادو اللي نهار الاول تنهضروا الشهر هادي تنهضروا، راه مؤخرا يوم الثلاثاء حبسنا الشركه كانت بغات دير التزفيت ديال الطريق، علاش؟ حتى ينكسوا لينا هاد لي روكار وديال تصريف المياه، حنا كاين حنا تصريف المياه ديال الشتاء ما كاينش. وثاني حاجه عندنا مشروع ديال التبليط، كاينين زناقي اللي طالعين وكاينين زناقي اللي هابطين، واحد النهار عاد شي شتاء هذوك الزناقي عاد يفيضوا الماء فين؟ عاد يمشيوا الماء. خصنا تكون واحد الدراسه، تكون دراسه معقوله، اما الدوار هذا دالي التهيئه كامله ولا ما داليش. عندو راه الا شفتوا حليتوا الروكار راه فيه 7 متر وما فيه السلوم باش يطلع، ما فيهش. يعني خصنا بغينا واحد اللجنه اللي جات تقيم بعد هذا المشروع، واش في المستوى ولا ماشي في المستوى؟ واش نبقاو حنا ديما هذا نبقاو حنا ديما اي مسؤول جابوه بيدير بيصيب على قبل على حمله انتخابيه ولا شي حاجه؟ حنا بغينا اي حاجه دار بالمعقول، اما دار ولا ما داش.